السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على حافظ دراجي، وين من الأوائل. صح ما نهضروش حنا على روحنا، هو راه في الواجهة، هو حنا كيما يقول لك الشعب الجزائري من نهار الأول مأمن بقدرات هذا المنتخب الوطني من نهار الاول، من 2013 2012، من اقصينا من الدور الاول، يعني كاس افريقيا والشعب ساند، رغم ان كان في ذاك الوقت الشروق والنهار كانوا يجيبوا خطا، يجيبوا السعدان زاهر جلول في النهار، يجيبوا فانيك مليا يدقدقوا، والشعب بقى واقف مع المنتخب الوطني الجزائري، كانوا مأمنين بالقدرات تاعو بلي غادي يروحوا كوب دي موند، غادي نديروا تاريخ. وفتنا دوزيام تور، حلينا الباب تاع برومي تور، حليناه راه محلول دروك. ما عليه هذا المنتخب، يعني راهم موالفين، كاين بزاف لاعبين اللي لعبوا دوزيام تور، امثال مبولحي، محرز، ماندي، ابراهيمي، فيغولي، كاين لاعبين اللي لعبوا، يعني سليماني اللي لعبوا دوزيام تور، راهم مفاتح تاع دوزيام تور راهم عندهم. كي نروحوا فما كنحوسوا على المفتاح تاع الكارديو فينال، ومن بعد انك ما صاوي بشويه، حل باب ينحل، باب مور باب ان شاء الله بربي. هذه ما نتقلقوش، وين نعاودوا نولوا حافظ دراجي اللي كان من الاوائل الذين كان يدافع، خاطر علاه نقولوا باللي كان من الامانه، نهضروش على روحنا ولا نهضروا على واحد كيكون في الواجهه كيدير كومونتير، وغاد كيما حافظ دراجي يدير فيديو ولا يدير كومونتير ولا يدير تصريحات، عندها سمعه كبيره. على اللي نقولوا حافظ الدراجي وين كان من الاوائل اللي كان يدافع على رياض محرز، كان مأمن بالقدرات تاعو، خاطر علاه تروح، خاطر سليماني كان في لايستر سيتي. نهار اللي جا هنايا دار تصريح يا جماعه في رمضان، دار تصريح في قناه تاع الشروق، يعني وغازتهم تاع النهار، وخاطر هما اللي كانوا يشيتوا سليماني، وهاد الخطره نهار اللي خسرنا 2017 خرجنا برومي تور. هذا بوحنيكا، رضوان بوحنيكا، نعقل له مليح، والفيديو راني غير نحوس عليه، خاص دي فوا الفيديو تاعهم فيهم ربع سوايع باش تحوس تقارع على هاشتاغ ربع سوايع كاع ستايلا، ولا نكون مطلع فواياج رم لو فواياج كرافي كاع ستايلا. على هذيك نقولوا بلي وين قال بلي مكاش واحد ايميغري متربي، هادو لي زيميغري ماشي متربيين ابار سليماني، خاطر على سليماني يلقاهم وكلش، هذيك شكروا سليماني. وين جاتنا وكيفاش في قناة شروق وين نهدر، وين قال لهم يا ودي الناس هذو لما ينتقدوا في محرز يروحوا لايستر سيتي ويشوفوا القيمة تاعه، خاطر راح في المكشف. نعقل مليح بن عمري الصحافة تدمر فينا، اللي جابوه القناة الهداف قال لهم هذو يبغوا تعليه، بصح اليوم بن عمري كون تروح تقول له تعليه ولا تاعنا يقول لك لا تعليه، علمونا الرجولة وعلمونا في اللعبة باش يجي يلعب يربد الإعلام تاع الجزائر، يعني مش كيما بكري بيلوت نعقل له 1998 وقيلة ولا 97 كوب دافريك تلعبت في بوركينا فاسو، بيلوت قال لهم حاجة اللي غاضتني وبكاتني، قال لهم بلال الجيري قال له ما تحبش الموتير، دروك نولو، قال له عرفت باللي ما بيلوت هدرها سبحان الله. اليوم لا، اليوم عندهم اهداف، عندهم مبادئ، عندهم شخصيه، يعني بغي كيبه خاطر تربى مع في التكوين كان مع واحد بريزيليا، واحد ارجنتيني، واحد انجليزي، واحد طلياني، واحد كل واحد يهدر على بلادو يقول له انا مين كبر ندي كوب دي موند، الاخر محرز يقول له انا فايق مين كبر ندي كوب دي موند، ماندي بيقول يعني تعلموا عليها، مش كيما لهنا يقول له كيما هكا تشك تبي تلعب في ليكيب ناسيونال، من الاولى يبرده كاع، من الاولى يهده كاع، من الاولى خطره بالك في واحد العامين تفرج في بارتيه في ستاد بسليمان في مستغالي، اونترينير يعايف اللاعب تاعو، قال له باش تولي مارادونا تمركيها بالبكري، مش يقول له ان شاء الله تولي كيما مارادونا تتريب لي كاع الغاشي، قال له باش تولي مارادونا، هذا اونترينير يطيح في المورال اللاعب تاعو قدام صحابه وقدام الناس تفرج تضحك عليه. لاعب كيولي في دقيقه صايك الشعب قبل يضحك عليه، هذاك الونترينير يضحك في الشعب. هنا في ستاد بسليمان في مستغالي دخلت هكا مع الصباح، صرتهم يلعبوا لي جان، دخلت كنت في البلاد
دخلت قهوه ودخلت باش نشوف والله لا يقصر عليها. شوف كيفاش على هذيك نقولوا بلي كيما نقولوا حنايا حافظ الراجي دائما وين كان يعطي تشجيع اللاعبين هذو كان يشجعهم ما كانش يحطم فيهم حتى لا يعرف القيمه تاعهم في اوروبا. صحيح. طيب اكثر لاعب ربما تعرض الى التشكيك في انه لا يلعب للفريق الوطني بكل قدراته هو رياض محرز وانت والله لا كانوا يقولوها يقولوا ما تهدرليش على محرز تاع لايستر سيتي هدر لي على محرز تاع ليكيب ناسيونال. اودي انتم دايرين له ماجر افتتاحيه ورده اغلاقيه ورده. تكلمت في هذا الموضوع كثيرا وكتبت عنه ايضا كثيرا ويبدو بان هنالك من لديه عقده اسمها عقده محرز هنا في الجزائر من يعتبرون انفسهم اوصياء على تاريخ كره القدم وباتوا يتحدثون عنه بكل الصفات السيئه رغم انهم حاولوا استعاده ربما بعض الكلام بعد مقابله الطوغو. هل تعتقد بان هؤلاء يعني طرف من الاطراف الفاعله في تحطيم كره القدم الجزائريه وهل ستتغير لهجتهم مع توالي ربما انتصارات بالماضي مع الفريق؟ والله يستر ربي والله يا تبدلوا تتكلم ومن حقنا ايضا ان نعبر عن وجهه نظرنا المختلفه. من حقنا ان نتكلم ومن حق الناس ايضا ان يعبروا عن وجهه نظرهم المختلفه. لكن عندما توصل الى حد انه لاعب افضل لاعب في انجلترا افضل لاعب في افريقيا فايز بلقب الدوري مع ليستر ينضم لمانشستر سيتي ب 60 مليون يورو يلعب اساسي في واحد من افضل النوادي في العالم يعني في موقع وعنده ثلاث منافسين او اربعه في المكان اللي يلعب فيه. عندما توصل تشكك فيه وتقلل من قيمته هذا فيه يا اما انت مريض مع احترامي او اللي صوتوا على محرز افضل لاعب في انجلترا مرضى اللي اختاروه افضل لاعب في افريقيا مرضى ومورينيو هو الاكبر مهبول لانه كلمه مهبول قاسيه على مجنون وعلى مرضى. انا اعتقد بانه اتصور بانه مورينيو هو مهبول احنا مجانين هو مهبول انه يجيب واحد 60 مليون يورو باش نجيو نقولوا لاعب عادي مش لاعب عادي هذا اللي يسوى 60 مليون يورو. وبعدين هذا جزائري عندما نقول جزائري انا لست مطالب تقصد غوارديولا مهبول هكذا وليس مورينيو مهبول غوارديولا مهبول واللي صوتوا على محرز مهابل كذلك بانه افضل لاعب في هذا المقياس يعني صحيح. فلازم نكون شويه عاقلين يعني. وبعدين هذا جزائري انا شفت المصريين مع صلاح مصريه ما نتكلمش على الجماهير هذا مشاعرها وعواطفها هذا امر مفروغ منه. الجماهير كيقول لك محرز هو افضل لاعب في العالم من حقهم ولكن انا عمري ما شفت مصري محلل او مذيع او اعلامي يقلل من قيمه صلاح. قد ينتقده بانه لم يلعب جيدا قد ينتقده بانه مشرد الدين ولكن ولا واحد ينتقد محمد صلاح في اسوء احواله يرفعه للسماء. سيدي حتى في اشد الأزمات التي وقعت قبل المونديال وأثناء المونديال وبعدها ما كاش مصري خرج في الإعلام المصري وقال أن صلاح يخرجوا دوزيانتو في بلادهم وما هدروش عليهم يعاني من قلة الوطنية لا يحب مصر كما يحب ليفربول وغيره. أكيد ولا واحد توجده إلا احنا عندنا معناها أنه في قلوبنا مرض الله يشافينا معناها أنه في خلل معناها أنه ممكن نحبوا نطبقوا مثال تاع انه اختلف باش خالف تعرف باش يعرفوك الناس. كاين ناس معروفين بما فيه الكفايه ليسوا بحاجه الى مثل هذا مع احترامي لهم مع احترامي لشخصهم ولتاريخهم ولارائهم ولكن لما توصل لدرجه الاستفزاز هذا اللي غير مقبول. انا الان ساستفزكم لو اقول لكم بان محرز لاعب لا يساوي شيئا ساستفزكم لو قلت لكم ايضا بان محرز افضل من ميسي. فكاين حد ادنى وكاين حاجه وسطى يجب الانسان وكاين حاجه منطق وعقل لازم الانسان يقترب منه. ان تقول عنه بانه لم يلعب جيدا علاش البارح محرز لعب مليح عيان بيناتنا لعب مليح محرز لو نجو نشوف ما لعبش مليح ولكن كان افيكاس ولكن كان في الاماكن اللازمه ولكن كان ذهنيا مليح كان بيان بلاسي ساعد زملائه حسينا فيه اشياء يا سيدي. انا تكلمت عملت مباراه ايطاليا البرتغال تبعت مليح والله العظيم ناس هذو اللي لازم يدخلوا للصف دخلوا للصف واحد كيما ماجر هذيك لارا قال لهم يا ودي انا هو الفار صايق عاود ولا فار صايق لازم دوك كي تشوف محرز
ادخل ذاك الغار تاعو وخلي ذوك الشعيطات هذوك يخرجوا يبداو يديروا هكا. انا نقول لك صايك لازم كل واحد يولي المستوى تاعه. روك عندنا كوب دي موند ما نقبلو تا واحد يعاير واحد تا تجي تستفزلك لعاب ولا بالك والو مكاش. عندنا كوب دي موند لازم نبلعو فامنا ونشوفو القدام وما شكو تا في واحد الوطنية تاعو. كل واحد ودمه، كل واحد يعرف دمه.